خير؟ مساء الخير منير العشري، تفضل. لو سمحت في عندي سؤالين. نعم تفضل. السؤال الأول، لاحظنا أنه سيدنا عم يستخدم على الترادف اللغة الآرامية السريانية، اللغة الآرامية الكلدانية، الآرامية الأشورية. نعم. فهل ممكن نعرف نظريته بهذا الموضوع؟ هل هي كلها لغة واحدة؟ وكيف عم نقدر نربط يكون الآرامية السريانية وآرامية أشورية؟ والسؤال نعم. الثاني، الكنيسة الكلدانية هي ذات طابع أو خلفية قومية، يعني كنيسة كلدانية كبعض الكنائس بالمشرق، مثلا الكنيسة الأرمنية. هل تعتقد سيادتك أنه الكنيسة إذا كان عندها هيدا الطابع أو هيدا الخلفية، هيدا مصدر قوة أو مصدر ضعف لألا؟ هل فيها تتصل مع القوميات، مع الفئات الأخرى المجاورة، ولا سبب انغلاق لألا؟ وألف شكر. نعم، شكرا لاتصالك. إذا بدك تفسر له قصة الآرامية الكلدانية والآرامية الأشورية والآرامية السريانية. هي بالحقيقة الآرامية هي اللغة الأم. الأم. فكانت بلهجتين، لهجة شرقية مثل ما قلت وهي الكلدانية الحالية، والغربية وهي السريانية، لأن الأشوري والكلداني نفس اللغة هو. نعم. حتى اللغة الدارجة اللي نتكلمها نحن هي نفس اللغة. إنما إذا الكلدانية الأشورية هي الشرقية والسريانية هي الغربية. السريانية الغربية. نعم. نعم. سؤاله الثاني، الكنيسة الكلدانية هي ذات طابع قومي كالكنيسة الأرمنية، هل هالشي بيسبب له هو مصدر قوة أو مصدر ضعف؟ بالحقيقة أنا شخصيا من القائلين بأنه هالتسميات تخلق بلبلة، لأنه نحن كان اسم كنيستنا بالأساس هو كنيسة المشرق أي تدمدنها. لما القسم من الشعب المنتمي للكنيسة الشرقية صار كاثوليكي، أعطوا اسم كلدان نسبة إلى الملوك المجوس اللي أجوا من بلاد الكلدان إلى بيت لحم، وارتفت قيمة تراثية بنفس الوقت. من الطرف الثاني الإخوة الأشوريين اللي في السابق أيضا كانوا كنيسة المشرق، نعم، وكانت تسمى كنيسة نسطورية بالتاريخ، أخذوا اسم الأشوري كقومية. نحن بالنسبة لنا كلدان ما تعتبر قومية. نعم. أنا شخصيا أعتقد بأنه الكنيسة بس من حصرناها في قومية معينة معناتها قضينا عليها. أنا كنيستي كما كنيسة الأشوريين كنيسة واحدة هي بالأساس، خلافا لها بس على رئاسة الكنيسة. نعم. فاليوم لما أنا أجي أقول بأنه هاي الكنيسة هي أشورية أو كنيسة كلدانية، أنا قضيت على هالكنيسة، لأن الكنيسة بالتاريخ، هذا تاريخنا أمامنا، ما هي فقط أشورية، اللي بشرت في تركستان، في أفغانستان، في الصين، في جنوب آسيا، بالتيبت، نعم، كل هذه بشرناها وكانوا منتمين إلى كنيستنا. الملايين كما ذكرت 80 مليون مسيحي المنتمي إلى كنيسة المشرق، هذا ما كانوا أشوريين، ما كانوا كلدان، بس كانوا أبناء كنيسة المشرق. ولهذا لازم نصحح المعايير مالنا، نصحح التفكير مالنا، ما نتعصب بس للإسم، لازم نفصل بين القومية وبين الدين، بين هذا شيء جدا مهم، مع الأسف كثيرين ماذا يفهموه، وبيروح التعصب أشوري أشوري أشوري. لك يا أخي أنا أشوري، أنا طائفتي كلداني بس أنا أشوري كقومية، ما معناتها لازم أنا أخلط كل شيء؟ ها؟ لا. ناخذ كمان اتصال. ألو مساء الخير. ألو بونسوار. روبيري عبوش تفضل. سيدنا كلام أنت بخير، بدي أقول لك بس نحن من الشباب اللي دافعوا عن المكرمية بالناصرة، بدي أسألك ليش ما رجعنا عمرناها؟ نعم. مطرانية الناصرة ليش ما رجعتوا عمرتوها؟ لأن بنينا كنيسة جديدة بالحازمية، هي ثلاث مرات أكبر من هذه الكنيسة، ما هي بالبناء الكنائس بس. شو صار بالأرض؟ أرض عم نشتغل بها، نعمل بها مشروع للوقف. نعم. بياخد كمان اتصال. ألو مساء الخير. ألو. ألو توني خوري مساء الخير تفضل.
الو اذا كمان في مشكله بالخطوط سيدنا. مثل ما قلت انه الكلمه الاخيره هي في هذا العيد المبارك وعيد الفصح المجيد. بعيدة كمان مرة وتفضل عيدنا. بالحقيقة أشكرك على هالفرصة المناسبة اللي عطيتني حتى أقدر أتكلم عن كنيستي كنيسة الكلدانية وعن أوضاعنا في هالبلاد عامة وفي العراق بصورة خاصة. وأتصور كان من الضروري يعني شوية نوضح الأفكار لأنه أشياء كثيرة تقال وتنقل على غير وجه صحة. الحمد لله أتصور كل شيء هو واضح وبقدر ما الأمور تتوضح أيضا نقدر نعالجها. وإن شاء الله بهمة الرجال الطيبين هالأمور التي ذكرناها كلها ستعالج ويرجع السلام إلى ربوع بلادنا منطقتنا إذا كان لبنان بصورة خاصة والعراق بصورة خاصة. بعد فرصة حتى أيضا أتقدم بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد القيامة المجيد. نسأل الله بأن تكون قيامة حقيقية لأوطاننا وبصورة خاصة للبنان الذي أنا أعتبره وطني الثاني بالحقيقة. وحتى بالعراق كثيرين لما أتكلم وكأني قاعد في لبنان يذكرون ماذا أنت قاعد بالعراق مو قاعد في لبنان. يعني أنسى حالي وكأني بعد مطران لبنان ولبناني. فإن شاء الله الأيام المحنة الكبرى تزول ويرجع لبنان والعراق إلى سلامته إلى صحته وعافيته. وهذا بهمتنا كلنا. وهذا ما أطلبه أيضا من المشاهدين الكرام والذين يتابعون الحديث الشيق بفضلك. وأنا أشكرك بصورة خاصة على طريقة الدخول في الموضوع وشرح هالمواضيع كلها. هذا اذا بالحقيقه تدل على الذكاء اللبناني. الله يقويك. شكرا. وحتى تتحفينا دائما بهيك مقابلات كويسه. بس انا مرأة. على عين والراس. سيدنا شكرا ينعاد عليك. ان شاء الله القيامه بتكون لكل الاوطان العربيه ولكل المجتمعات كمان لحريه الفكر وفضاوة البال. شكرا للمشاهدين ومساء الخير.